السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية ونبحث فيه مع الصحفيين والكتاب والمحللين. وضيفنا لهذه الحلقة الصحفي والزميل وديع عطاء، وأيضا نتناول ونقرأ ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. والبداية من صحيفة المصدر. توتر في حجة بعد محاولة اغتيال شيخ من قبائل حجور المناوئة للحوثيين. اللجنة الرئاسية تعلن سريان وقف إطلاق النار في دماج. الحوثي يعلن حالة الطوارئ في صعدة وينفذ حملة اعتقالات، والإصلاح يطالب بالإفراج عن 19 من أعضائه. جمال شاب مغربي قتل في دماج ودفن فيها، والصليب الأحمر ينجح في إجلاء زوجته وطفله ويسلمهما إلى عمه الذي جاء من فرنسا. الحوثيون قالوا إنه جاء للجهاد، والسلفيون يؤكدون أنه قدم إلى اليمن قبل 3 سنوات لطلب العلم. الإعلام الاقتصادي يحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية ويقول إن عودة اليمنيين ستسبب كارثة اقتصادية. شغب في السعودية على خلفية ترحيل العمالة. تراشق إعلامي بين الحكومة والبرلمان بشأن صيادين المحتجزين في أرتيريا. صحيفة مار بريس. 4 قتلى وعشرة جرحى في أعنف هجوم على دماج، وإنذار الأهالي بمغادرة المنطقة. مقتل قائد جبهة كتاف، والحوثيون يعززون جبهة حرض بالدبابات. مكون الحراك يعين باراس رئيسا لفريق القضية الجنوبية بدلا عن بن علي. الحكم الرشيد يفشل في التوافق حول مقترح بديل للعزل السياسي. صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية يشيد بتعاون أوباما لتجنيب اليمن ويلات الحروب والانقسام. البرلمان يدعو إلى عدم السماح بإحداث أزمات في المشتقات النفطية. وزير الخارجية يبحث إجراءات مغادرة الطلاب اليمنيين من سوريا إلى لبنان. العريفي: تدفق اللاجئين الأفارقة إلى اليمن يمثل عبئا على دول الخليج. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانت. مقتل الوائلي قائد جبهة كتاف بانفجار قنبلة، ونجاة شيخ قبلي من محاولة اغتيال برصاص الحوثيين. مسلحو الحوثي يفتكون 19 شابا من الإصلاح المختطفين تعذيبا وحشيا مروعا. إصلاح صعدة. يطالب الرئيس والنائب العام بإنقاذ حياة شبابه المختطفين لدى الحوثي. الرئيس يشيد بالتعاون الأمريكي لليمن ويقول إن آثاره إيجابية. الأهالي نت. الرياض. مقتل شخصين وإصابة العشرات في اشتباكات بين الشرطة وعمال أجانب. قائد جبهة حجور ينجو من محاولة اغتيال على طريق عبس حرض. وزير الإدارة المحلية: الوضع القانوني للمجالس المحلية أمام الرئيس والحكومة وما تقوم به غير قانوني. نشوان نيوز. 20 منظمة حقوقية ترفض قانون الإرهاب بمصر. الناطق باسم دماج: حرب الحوثي لم تتوقف رغم الاتفاق وتجدد القصف بالأسلحة الثقيلة. صعدة. مسلحو الحوثي يفتكون 19 شابا من الإصلاح المختطفين تعذيبا وحشيا مروعا. في الصحافة العربية نستعرض العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الخليج الإماراتية. انتهاء الأزمة بين رئاسة مؤتمر الحوار اليمني والحراك. تجدد المواجهات في دماج رغم اتفاق وقف إطلاق النار. الوسط البحرينية. الشمري يقترح استحداث منصب جديد لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. اليوم السعودية. اتهام يمني لطهران بتغذية المواجهات الدموية. و
ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي وديع عطا. مرحبا بك استاذ وديع. اهلا وسهلا. في البدايه عنوان لصحيفه المصدر يقول: الحوثي يعلن حاله الطوارئ في صعدة وينفذ حمله اعتقالات، والاصلاح يطالب بالافراج عن 19 من اعضائه. ما قراءتك لهذا الاعلان الذي يعني يعد تعد صارخ للدولة ومهامها، يعني أن يعلن حالة الطوارئ كما لو أنه في دولة حكم فيها ذاتي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحوثي إنما يؤكد ما هو مؤكد لدى العامة ولدى الناس ولدى الرأي العام خاصة الخارجي كذلك، بأنه يبسط يعني نفوذه على صعدة، بأنه هو الحاكم الفعلي لصعدة، وأن صعدة إنما هي يعني جزء مقتطع أصلا، إنما هي ضاحية شمالية تناهز أو توازي الضاحية الجنوبية في لبنان. يعلن فيها الطوارئ، يقضي فيها الزكوات، له شرطته الخاصة، له الألوان الوطنية الخاصة به، يعني لا يرفع شعار الألوان السلالية، الألوان التي تعبر عن هويته الطائفية فقط يعني، وليس ولا تعبر عن الوطن. يستبدل المناسبات الوطنية بالمناسبات الطائفية، يستبدل كل ما هو جمهوري بما هو سلالي، هو المتصرف الأول. لكن حقيقة ما يجري الآن في دمج كشف لنا حقيقة يعني تكشف لنا بأن الحوثي ليس إلا ظاهرة صوتية، بدليل أنه لم يتقدم حتى كيلومتر واحد فقط تجاه دار الحديث في دمج، لأنه حوصر، وأنه حتى الآن لا يستخدم إلا الأسلحة التي تستخدم عن بعد، لم يستطع أن يتقدم. وبالتالي الحوثي ظاهرة صوتية إعلامية بشكل كبير، وهو ظاهرة عسكرية عسكرت الاتجاه الشيعي في اليمن، وبدأ يفرض سلطته بفعل السلاح على من هم يخافون منه فقط. يعني معناته أن دماج هي عرت الحوثي يعني وأظهرت للعامة أنه يعني قدرات كرتونية لا أكثر. هناك دعوة من بعض العلماء حاليا الآن أن الحكومة إذا كانت عاجزة عن ردع الحوثيين أو عن ردع أي فتنة تقوم في اليمن، فعليهم دعوة الشعب للوقوف معهم. حينما دعا علي عبد الله صالح الشعب للوقوف معهم في حرب 94 انتهى الموضوع. أنا أدعو الرئيس عبد الرب منصور هادي ليدعو الشعب أن يقف معه، إذا كان الجيش والحكومة عاجزين عن البت في الموضوع في دمج، أنا أدعو الرئيس أن يدعو الشعب لأن يقفوا معه، والقبائل المحيطة بصعدة فقط من الجوف وعمران وحقة كفيلة بأن تنهي الموضوع في أيام، وأنا متأكد من هذا الكلام. طيب، هناك عنوان في الصحوة نت تحدث عن تعذيب مروع ووحشي تعرض له شباب الإصلاح من قبل الحوثي. الحوثي أيضا يعتقل ويمارس هوايته في الاعتقالات والتعذيب أيضا. هناك شيء أو نقطة ينبغي أن ننتبه إليها أخي العزيز. هناك ما يجري في صعدة بشكل عام، هناك محاولة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد. هناك مؤامرة ينبغي أن لا تغيب علينا، ما حصل في مصر يؤكد بأن هناك يعني شرك يراد للإصلاح أن يجر إليه. هناك رأيي الشخصي، هذا لا يعبر عن رأي القناة ولا رأي ما أنتمي إليه من تيار، هناك يعني رغبة سعودية إماراتية لجر رجل الإصلاح إلى حرب في صعدة، ليقطعوا الطريق على الإصلاح في الدخول في الانتخابات القادمة، وأعتقد أن الإصلاح منتبه إلى ذلك كثير. الحرب على السلفيين المعلنة، لكن ما يمارس على أرض الواقع هو ضد قيادة الإصلاح وكوادر الإصلاح. كل يوم، لا يمر يوم إلا في هناك اعتقالات من شباب الإصلاح، من كوادر الإصلاح، من كوادر الثورة كذلك. هناك محاولة فك عراء اللقاء المشترك على أساس أنه تفاجأ الآن بأن هناك قوى ليبرالية وعلمانية لم تدخل في 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 انتقاد ما يجري في دمج، بالرغم انها جرائم جسيمه يعني ضد جرائم الانسانيه. جسيمه، ورئيس اللجنه العسكريه ايضا قيادي اشتراكي بارز يعني، وانا استغرب كيف اللجنه الرئاسيه تتصرف كانها طرف يستجدي موافقه النقاط الحوثيه في المرور الى دمج لانقاذ الابرياء هناك. يعني الرئاسه اذا ارادت ان تنقذ جرحه ترسل طائره، نصل الى جزيره، وكان دمج اصبحت جزيره في وسط الجمهوريه اليمنيه. طيب، اذا ما انتقلنا الى عنوان اخر، أونلاين رصد تقريرا عن إنجازات الجلسة العامة الثالثة. يعني ما قراءتك لتقارير الفرق التي تم تقديمها في الجلسة العامة الثالثة في المؤتمر الحوار الوطني، وهل باعتقادك تشكل بارقة أمل بمخرجات تلبي طموحات اليمنيين؟ حقيقة أنا متفائل جدا بأن مؤتمر الحوار الوطني سيذهب إلى أهدافه التي لأجلها وضع.
بدليل أن كل المكونات بالأمس اكتملت حضورها، اكتمل حضورها إلا بعض الأفراد فقط، لكن المكونات كمكونات سياسية كلها متواجدة. هناك شيء ينبغي أن نتنبه إليه، أن هناك من افتعلوا الأزمات خاصة الذين هم يعني بأفكار انقلابية ويريد أن ينقلبوا على ثورة فبراير كما انقلبوا على ثورة يناير في مصر، أرادوا أن يفتعلوا لنا أزمات النفط، أزمات الغاز، الأزمات الأمنية، فلم يفلحوا وجدوا أن الشعب اليمني صابر مصابر كذلك، وسيعلمهم كيف يتعلمون. المفاجأة بأنهم ذهبوا بنا إلى حرب، يريدوا أن يصنعوا رأيا عاما عالميا يقول بأن اليمنيين أين الحكمة وأين الإيمان وأنتم في حرب، بينما الموضوع جرح طفيف في جزء معين من الجسد اليمني وسيتم معالجته، لكن المؤتمر سيذهب إلى قطار المؤتمر سيذهب إلى محطته الأخيرة إن شاء الله، وسيتجاوز كل الفتن والمطبات التي تصطنع. طيب يعني متى يمكن أن يتوقف الابتزاز من بعض المكونات وأن تتوقف نزق الصفقات التي تلوح في الأفق؟ هناك ابتزاز أعتقد بأنه هو شخصي أكثر منه يعني حزبي أو يمثل تيارات، لأنه حتى التيارات التي يدعي هؤلاء الأشخاص بأنهم ينتموا إليها منقسمة على أنفسها، وبالتالي حتى مثلا بن علي وجد نفسه في الأخير ملفوظ خارج الحراك أكثر من 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 جهة، ولا يعكس الجانب الوحدوي الوطني لليمنيين الحقيقيين في الجنوب. هناك للأسف في الشمال يمنيين مرتزقة رهنوا أنفسهم للخارج، باعوا أنفسهم يعني للريال الإماراتي، للريال للدرهم الإماراتي والريال الإيراني والريال السعودي كذلك، نسوا الوطنية، نسوا اليمن، وجعلوا من اليمن عبارة عن مساحة وميدان للصراع الخارجي على يعني يدفع ثمنه اليمنيون. إذا ما انتقلنا لأنه الوقت يداهمنا، إذا ما انتقلنا إلى 11/11/2011، الكل يتذكر تلك المشاهد المروعة والتي أقدمت عصابات صالح حينها بقصف وحشي على مصلى النساء في ساحة الحرية بتعز، كانت بالفعل جريمة مروعة بحق حرائق. ما السبل الناجعة التي تمكن أهالي شهيدات مصلى تعز وشهداء الثورة جميعا أن يقدموا القاتل إلى العدالة كي ينال جزاء؟ حقيقة نترحم على أرواح الشهداء والشهيدات الذين سقطوا في هذا اليوم في كل الثورة اليمنية، وأنا أحيي الذين صمدوا في مثل هذا اليوم، وإن إذا ما سئلت شخصيا عن هذا اليوم أنا أعتبره أنه يوم زينب المخلافي وأخواتها اللتين يعني صبروا في الميدان، وكانوا رغم القصف والدانات التي كانت تسقط على الميدان لأنهم كانوا مصرون. تخيل بأن الدانات التي سقطت على الميدان وزينب وأخواتها يكنسن الميدان، كانوا بعد كل ضربة في يعني ما بين كل نصف ساعة وساعة يحصل ضرب ويخرجوا ليكنسوا الميدان ليهيئوه المصلين. فلما أن أوينا إلى المصلى حدثت الفاجعة وقتل التفاحة والشهيدات الأخريات، لكنه يوم حقيقي. أتذكر من تفاصيل هذا اليوم بأن المسيرات التي خرجت كانت تتقبل امرأة من تعز تفتح يعني ذراعيها أمام القوات العسكرية، وبمنتهى الخجل كان العسكريون يتراجعون أمامها. أتذكر تماما هذا المشهد، أتذكر مشهد زينب كذلك، وكلنا اعتقدنا بأنها شهيدة، وهي اليوم حية ترزق لهذا البطولة وعنوان للفتاة اليمنية الثائرة التي كانت مصرة على الحق رغم صوت الأزيز الطائرات وأزيز الرصاص الذي كان ينهال على الساحة من كل مكان. تحية للشهداء وتحية لهذا اليوم الخالد. الوقت يداهمنا، وكان طبعا كان لازال لدينا يعني محور، لكن الوقت يداهمنا المخرج يعني فالصحفي والزميل ودي عطا، كنت معنا في هذا اللقاء ولنا لقاءات أخرى بإذن الله إن شاء الله. مشاهدين الكرام، وإلى الصحافة الجديدة وفيها ننقل أهم المشاركات المتفرقة، والبداية من الأستاذ محمد اليدومي، وعلى صفحته في الفيسبوك كتب عن عبر التاريخ وانهيار معاقل الطغيان وانحسارها أمام إرادة الشعوب وتطلعاتها للعدالة والحرية. في التاريخ القديم والحديث عبر لا تكاد تعد ولا تحصى، وتمر على الأفراد والجماعات والشعوب والأمم، ونادرا ما نجد من يستفيد ولا يكرر أخطاء من سبقه. معاقل الاستبداد تهدمت أسوارها وتحطمت، وكم من الطغاة تلاشوا بعد أن توهموا دوام السلطان ودوام الحياة، ولم يضعوا في حسبانهم قدرة شعوبهم على مقاومة الظلم واقتلاع الطغيان من جذوره.
الدكتور مروان الغفوري وعلى صفحته في الفيسبوك كتب عن جملة تساؤلات ملحة تبدو الإجابة عليها غائبة عن أذهان الناس فيما يخص الجنوب، قائلا: لماذا يعتبر الصهيمة معبرا عن الجنوب وليس أحمد مبارك؟ لماذا نرى محمد علي أحمد ممثلا للجنوب لا عبد رب منصور هادي؟ لماذا يعتبر تيار البيض تعبيرا عن الشعب في الجنوب ولا يعتبر الإصلاحيون والاشتراكيون في الجنوب كذلك؟ لماذا يحتكر 85 جنوبيا ممثل الحراك الإرادة الجنوبية في الحوار الوطني متجاهلين وجود 200 جنوبي غيرهم في الحوار يختلفون مع أطروحاتهم بالمرة؟ لماذا يعتبر بامدهف معيارا للمزاج الجنوبي إلى الناخبية؟ لماذا لا تتحدث أبين المهرة شبوة سقطرة؟ لماذا تتحدث الضالع نيابة عن هذه المحافظات؟ لماذا نأبه لتصريحات الجفري أكثر من محسن باصرة؟ مواقف تيار باعوم باعتبارها مؤشرا حاسما على الموقف السياسي الشعبي ولا نكترث للموقف الشعبي للتيار السلفي الواسع في الجنوب والمؤيد بطبيعته وتكوينه العقائدي والتاريخي للدولة الوحدة. لماذا لا توجد حتى الآن سوى دراسة علمية واحدة فقط استطلاعات السياسي لطلبة كليات التربية في عدن وصنعاء وكانت النتيجة 80% مع دولة موحدة بشروط جديدة؟ لماذا نحصي أصوات الذين يهتفون ولا نحصي أعداد الصامتين؟ لماذا لا نخضع كل هذا الخداع البصري للتحليل الرياضي والمنهجي؟ لماذا؟ الصحفي خالد العلواني على صفحته في الفيسبوك طالب المملكة العربية السعودية بمحاسبة سماسرة الفيز الذين يبتزون العامل اليمني ويضعونه في فخ خداعهم وضمائرهم الميتة. نتابع. من حق المملكة أن تسن القوانين التي تريد، لكن من يحاسب تجار الفيز الذين امتصوا دماء مئات الآلاف من اليمنيين الذين باعوا أبقارهم وحلي نسائهم ليكتشفوا بعد ذلك أن الفيز التي بأيديهم ليست إلا واحدة من ورطات العمر كونها فيز بلا عمل، ومن يعمل عند جهة غير الكفيل المسجل يعتبر مخالف لقانون العمل. الناشط وليد العماري على صفحتي في تويتر استغرب تحريض يحيى الراعي على زعزعة أمن اليمن ومحاولة إفشال الحكومة بينما يتربع على أعلى سلطة تشريعية. فقط في اليمن رئيس البرلمان يحرض علنا ودون خجل على زعزعة الأمن والاستقرار وإفشال الحكومة ولا أحد يعترض على ذلك. الباحث مجيب الحميدي على صفحته في الفيسبوك أكد على التجديد الفكري لما له من أهمية في التطوير الحضاري قائلا: التجديد في الفكر الديني نتاج للتطور الحضاري يفرضه التطور ولا يصنع التطور كما كنا نتوهم ذات مراهقة فكرية، بل التطور هو الذي يفرض على المتدين تحديث تدينه لمواكبة تجدد الابتلاءات مع خالص احترام الذين يعتقدون أن التجديد في الثقافة الدينية سيصنع المعجزات، ومن يتأمل واقع الحركات الإسلامية اليوم يتأكد له أن التحديث السياسي يفرض نفسه على هذه الحركات من منطلق الحاجة السابقة والتأصيل اللاحق، وهكذا ستستمر. لا أظن أن اليهود اليمني كان أكثر فعالية من غيره ولا أن المسيح العربي أكثر تميزا، السياق الحضاري تصنعه الحاجة، فالحاجة أم الاختراع، وأعتقد أيضا أنها جدته وخالته وعمته. عباس النهاري على صفحتي في الفيسبوك كتب عن قنوات الزيف التي تدعي زورا حب آل البيت حيث صارت وسيلة للكذب والتعصب والتحريض الطائفي والاستعلاء السلالي المقيت ونشر طقوس الاستعباد والإذلال. قنوات ادعاء حب آل البيت والولاية عندما تقف مجبرا مخيرا لتستمع لما يقول المعميين بالأسود والأبيض تجد غثاء وكذبا وتعصبا طائفية مقيتة ونزعة للتكبر على سائر بني البشر، يدعون الوصاية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه وأنه لا يصح دين المسلم إلا عن طريقهم وعن طريق تقبيل أيديهم وأرجلهم والسمع والطاعة لهم، فيكون بذلك تابعا كامل التبعية للسيد. الإعلامي علي الضفيري وعلى صفحته في تويتر طالب بإكرام الذين يلجؤون لدول الخليج سعيا للرزق ودعا إلى ترجمة الآيات القرآنية والأحاديث على أرض الواقع.
رفقا أيها الناس بمن لجأ لبلادكم طلبا للرزق والأمن والاستقرار. فعلوا ولو لمرة واحدة الأحاديث والأدعية والآيات التي تتبادلونها هنا وهناك. وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور على صفحتها في تويتر شددت على أهمية أن يطلب اليمن من المجتمع الدولي المساعدة لاستيعاب العائدين من السعودية. مع تدفق العائدين من المملكة العربية السعودية وندرة فرص العمل على اليمن، طلب المساعدة من المجتمع الدولي وتستعين بمنظمة العمل الدولية للمناصرة. الثائر وعضو الحوار الوطني فؤاد الحميري على صفحته في تويتر كتب عن الحكمة الغائبة والمروءة الضائعة التي تجلت في تهجير العمالة اليمنية من السعودية. ليس من الحكمة أن تقوم الجغرافيا باستفزاز التاريخ، ولا من المروءة أن يقوم المهاجرون بطرد الأمصار. الدكتور علاء صادق على صفحته في تويتر دعا العقلاء الذين غرر بهم في انقلاب يونيو إلى العودة إلى الصواب ليروا ماذا حل بمصر. العقلاء والشرفاء والثوار الذين انجرفوا وراء مهرجان 30 يونيو والانقلاب، ما قولكم بعد ضياع كل شيء حلو في مصر؟ الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعبر تغريدة صفحته في تويتر كتب عن ما هو أكثر بشعة من القتل الذي يمارسه العسكر في مصر ما بعد الانقلاب. هناك أفظع من القتل؟ قيمة المأساة أن تسأل بي لماذا قتلوه؟ لأنه إخوان، وكأن كل ما هو إخوان أصبح دمه مستباحا. بإمكانكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيد.net وعلى صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.